لازم تحسوا باللي بتعمله. نرفع كل حاجة فوق، ايدين فوق، واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال، واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال. مين الشطورة بقى اللي هتعرف تعمل الحركة ديت؟ هايل 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 سمبولاغا، طول عمرك ولد موهوب فنان قدام السلطان. طول عمرك وفي سمبولاغا. حضرت طلبيه الجواري الجديده لمولانا السلطان سليمان؟ موجودين وانا بدربهم بنفسي. موزز فلا؟ موزز. تشكرات سمبولاغا، تشكرات. تشكرات سلطان، تشكرات. يلا، واحد هوب يمين، واحد هوب شمال، يلا واحد فك شوي، يلا يلا يلا. دستور السلطان سليمان المعظم. بعتهم الأربعة على الأوضة. لو تكرمتم أنا عايز أقعد مع السلطانة الأم والحريم الأربعة بتوعي والباقي برا برا. سليمان ابني الغالي، مالك؟ شكلك كده خدت قرار الحرب. بقولك ايه يا سلطانة، سيبك بقى من قرار الحرب والقوامتك الكدابة دي. فين ال 400 دولار بتوعي؟ 400 دولار؟ 400 دولار بتوع ايه؟ 400 دولار بتوع ايه؟ انا بحذرك يا سلطانة تلعبي الجيم ده معايا. الله، انت نسيت نفسك يا سليمان، انا السلطانة الام وانا السلطان المعظم، ممكن اعزلك. اقسم بالله اقلعك السولجان والتاج وارميك تنضف الحريم زي زمان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي مخليك متاكد كده؟ هقولك ايه اللي مخليني متاكد. فاكره من 13 يوم اما كنت راكب الحصان بالاماره خدت مني 700 دولار، حصل ولا لا؟ حصل حصل سليمان حبيبي. افتكرت افتكرت 700 دولار. ايوه بس انا رجعتهم لك. خانك ذكائك يا سلطانه، رجعت 300 بس يا حلوة. وقصري عشان ما اتكلمش في اللي بالي بالك. لا بقى، ها اتكلم في اللي بالي بالك. ها التاج اللي على راسك يا قطة. هي حصلت التاج؟ ايوة التاج ده مكتوب في المراس بتاعي انا. التاج ده يا سليمان ابوك كتبهولي في القايمة، هو والسجاجين. والله؟ طيب انا هتغاضى كسلطان على كل التفاهات دي، بس في حاجه لا يمكن اسكت عليها. شريط الترامادول ال 225 اللي في درج التسريحه كان فيه 4 حبايات، اتاخد 2. وانا شايفك ما شاء الله بتحركي في القصر ولا بنت 17، حلال عليكي. اديني الحبايتين اللي فاضلين، اديكي شايفه جرمع الحريم اللي لسه رايح على الاوضه. ولا تتجنن. ابراهيم باشا، ابراهيم باشا. يا ابراهيم باشا بتدهيلي ابراهيم حسن؟ اعمل اللي تعملوه. بقول لكم ايه، اقسم بالله اقلع لكم مالتو واعمل لكم فضيحه واولع لكم في القصر ده. خلي بالك يا سلطانه، اوعوا تكونوا فاكريني خرنج، لا انا سبونج بوب واصفر كموني يا سلطانه، وده لوني على فكره. ابراهيم باشا هنعمل ايه؟ ده بيقول انا مش خرنج، سبونج بوب واصفر كموني، وانا قبل ما انام في حاجات لازم اعملها. ده احنا نلمله ونخلص. انا ما معيش في البوك بتاعي غير 15 دولار، وانا بتاع 30 شايلهم في القفة. كنت اعمل حسابي لليوم ده، هتصرف. ايدكم معانا يا حبايب. يلا يا ابله ما تعديهمش، سيبيهم ببركتهم. حبيبي يلا يا حبايب، يلا يا أبلة، يلا يا أبلة، يلا يا قمر. بكمرهم في الكم، ده القمر ده سكر وعسل
حلاوة حلاوة. بعد إذن حريم السلطان يتفضلوا على الأوض. مولاي ولا تزعل نفسك. لا يا حبيبي، طالما حقي معايا ما بزعلش. سلامة. مية مية. أنا مخنوق عايز أشم هوا. يلا يا مدحت، هات برتقانة يا مدحت، أشرها لي يا مدحت. اسحوا. كانوا فاكرين هيقلبوني، بس أنا طلعت ابن أصول. طول عمرك أصيل ابن أصل. لعلمك كان ممكن أشكها محضر وبهدلها، بس أنا بتبع مكارم الأخلاق. طول عمرك كريم ابن كرمة. أنا مش فاهم بيبصولي إزاي مع إن صايع عديم وهم عارفين. طول عمرك صايع ابن صايع. تنبل. معلش يا مولاي، معلش معلش. Здравствуйте, мой дорогой король. Угощайтесь, пожалуйста. Это на хрустике мы вместе с мамой готовили. Это с изюмом. خد منها البقسماط وخلصني. ايه الرغي ده؟ انا فضيلك. ايه القرف ده؟ امشي. ايه اللي جرى للحراملك؟ ايه اللي جرى له؟ انت ما شفتش حراملك يا سنبل قبل كده. الحراملك كان ايام ابويا الله يرحمه. سيبك بقى من المناظر دي والاحجام دي. لا 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 لا، انا كنت بمشي مع ابويا الله يرحمه وانا امير صغير كده، هنا في الكوريدور ده كنا بندوس على النسوان. بندوس دوس. ايام ايام سلطان قلبي. ايام حبيبة الروح. اللبن مولاي. لتاني يوم بتعرضي عليا اللبن يا هيام، وانت عارفة ان عندي اسهال. ماشي في القصر في وسط الناس بسهل بسهل، اعمل ايه عشان افهمك؟ ده ليه معنى واحد، إن أنت ما بقيتيش مركزة مع السلطان المعظم وليكي أهداف أخرى. بس ده مش موضوعنا. بعدين دي البتاع اللي في إيدك ده. ورا ورا يا سنبل خطوتين ورا. إيه يا أفندم مولاي. يا فندم إيه؟ أنت داخلة بتتدحلبي هتنيميني يعني؟ أنت بتستهبلي يا وليه؟ أنا مش كذا مرة مكلمك ما تطلقيش صدرك كده في رايحة جاية في القصر. قلت لك في زفت رجالة وفي ناس. إيه يا وليه؟ أنت متجوزة كوافير ولا إيه؟ ما تفوقي. والراجل عمال يقول لك دستور دستور. حسي حسي بقى ولميهم بدل ما احرمك منهم. اتفضلي. بقول لك ايه؟ هاجي لك بعد ربع ساعة. ويام استغفر الله العظيم. مش مبسوط. صباح الخير يا مولاي. اهلا. اتفضل الشاي يا مولاي. البنت دي جابينها منين؟ من زكستان. يلا يا بنت، خد يا بنت، تعال تعالي هنا. انا مش عايزها، مش عايز بنت كده تحس. عارف هقول ايه؟ انا عايز ابدلها، اروح للامير اشرف في القصر الشرقي اديها له وخليه يبعت لي بدلها نهى. يلا. ايه الزهق ده؟ انا عندي فراغ يا سنبل، ما بقاش عندي حاجه غير اني اقعد السله واقعد اعمل خواتم لحد ما كرهت الخواتم. مش عارف هاجرهم بقى ولا اعمل ايه. ماتيريال كتير قوي باخده من السلطان على الخواتم. فراغ فراغ، حاجه تجيب الضغط. دوا الضغط يا مولاي. وما بيطلعوا منين دول؟ خد منها دواء الضغط. انت مين يا حلو؟ انا زوجتك يا مولاي. زوجتي؟ انت هتستهبلي ولا انت لقيتي الحريم مرطرطة وقلت العب اللعبه؟ جوزتك امتى؟ شهر 6 اللي فات يا مولاي. كدابه. شهر 6 اللي فات كنت في معسكر ابو قير قعدت اسبوعين. قصدك اخر 6. برضه كدابه. اخر 6 اتجوزت ام احمد الزنجيه. لا، الزنجيه دي كانت شهر 7 يا مولاي. اسره عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ فاكرك يا سنبل. ورا ورا عشان سنبل. فاكرك كنا في الخيمه اللي في الاخر صح؟ ايوه يا مولاي. لما قشرنا عن ناس فاكره؟ طبعا يا مولاي. شفت صوت فاكره لما شفت انت رابطه هنا على رجلك ايه ولا لا؟ رابطه خنجر ليه يا حلوه في رجلك؟ شايله لمين الخنجر؟ هتقتليني ولا تقتل امي؟ انا اسفه. طلعي الخنجر. طلعي الخنجر ارجوك. سامحني يا مولاي. سنبل. ايوه. شلح الولاد دي وهات الخنجر. يا خاينه يا وضيعه. كله مؤامرات كله مؤامرات. انا هوريك. سامحني يا مولاي. اسامحك ايه وانت شايله لي خنجر وماشيه بيه في وسط القصر؟ ارجوك يا مولاي. ما في. انزل يا ابني. هات. اسمع انت رايح فين يا ابني؟ رايح فين؟ هات شايله لي انا خنجر. هات. كشفت لعبتك الوضيعه. امسك
فرمانت لا يطلع ليها دلوقتي وتدبح هي واهلها واللي بيعرفوا اهلها. يلا بلاش عرب خيانه. يا النساء يا النساء انت يا زفت يا سنبل. ايوه روح قول للهوانم اللي قاعدين في الحرام لك اكل وشرب على قفايا اللي ما خرجوش يستقبلوني في الكوريدور ويترموا عليا ويبوسوا في لبسي بكره الصبح هتتقطع رجليهم وتتعلق على باب القصر. وروح للسلطان هيام الله السلطان المعظم جايلك بعد 10 دقايق خليها تظبط اللازم. يا ملت بغدك يا هيام يا حظك الاسود يا هيام. هيام إثارة الحب تبكي ايه ما تعشتيش ولا ايه مالك؟ ما فيش يا مولانا. لا 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 أكيد فيه يا هيام. لازم تتأكدي إن أنت دوناً عن الـ 84 ست اللي أنا متجوزهم أنت سبيشال كيس. بجد يا مولانا؟ أنا سبيشال كيس؟ شور أنت عندك إمكانيات يا بنتي خطيرة جداً أوبشنز خطير. أنت حنينة كمان يا هيام. أنا لما بنام على صدرك يا هيام بحس إن أنا نايم على سرير بدورين. قولي لي ليه البكا؟ أمك يا مولانا. أمك يا مولاي؟ اسمها أمك؟ ما علينا مالها أمي؟ أمك يا مولاي بتتعمد كل يوم الصبح تتأخر في الحمام وتسيبني برا يا مولاي محصورة. محصورة؟ إيه المستوى ده؟ إحنا في مراحيض عمومية هنا، إيه محصورة دي؟ وبعدين ما أنتي اللي بتستهبلي، أنتي سايبة الـ 200 ألف حمام اللي في القصر وجاية عند حمام أمي. سليمان! أمي تعمل هناك إيه؟ أبداً يا سلطانة، قاعد مع مراتي في اوضه النوم. قاعد مع مراتك في اوضه النوم بتعملوا ايه؟ ايه يا اتمنعت اليومين دول ولا ايه؟ اتمنع ايه يا ولد؟ ان الراجل يقعد مع مراته في اوضه النوم. لا بس هيام دي بالذات انا قرشه ملحتها ما بتنزلش منظار. بقول لك ايه يا ام السلطان، اقعدي يا اختي افري واهلي كده في نفسك على طول. انا يا اختي في الاوبشن مش تجميع محلي. يا واد انت يا فابريكا يا حلم. هيام ما تنسيش انها السلطانه الام. بقول لك ايه يا سليمان، اسكت انت ما تتدخلش. حاضر. انت قاعده هناك وبترضحي لي يا بنت انتي. يا امي مش للدرجه دي، لو تكرمتي اهدي شويه. اخرس. حاضر. انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ يا معصعصة يا خنفسة يا قردة يا منسنسة. بقولك ايه يا حبيبتي، ما يغركيش يا اختي عينيا زرقا دول ولا شعري الاصفر. انا يا عينيا خالصة ومخلصة ودارسة ومدرسة. بعدين انت واقف معاكوا ترميسة ولا ايه؟ ما تلموها بقى. وديني لانا مربياكي. تربي مين يا اختي؟ حلوة. اديها يا امي، اديها اديها بالشمشم. ايوه اديها. ما تضربي بالشمشم اللي انت مسكاته، انت مزغرتي ليه يا بنت الهبل؟ ايه ده ايه ده؟ اديها بضهرها، امي عندها دس. عندي دس. يلا اديها اديها. السلطان سليمان القانوني. تشكرات تشكرات، منافقين قوي من زمان، عشان كده بحب البنات دول اللي اخلصوا لسليمان. تشكرات تشكرات، منافقين قوي من زمان، عشان كده بحب